هذا وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية أن منفذ رفح البري استقبل 600 شخص من مزدوجي الجنسية. وأضاف مراسلنا أن مصر تتعاون مع السفارات والقنصليات حول العالم لمواصلة إجلاء الرعايا الأجانب من غزة. المزيد ورسالة مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح. هنا في منفذ رفح البري تعددت واختلفت الجنسيات، لكن المشهد واحد يلخص لرسالة واحدة، وهي استقبال مصر لعدد من مزدوجي الجنسيات. فهذه هي صالة الوصول بمنفذ رفح البري، والتي تظهر حجم الجنسيات الموجودة والأعداد التي عملت الدولة المصرية بالتعاون مع قنصليات وسفارات العالم المختلفة التي أرادت إجلاء رعاياها من قطاع غزة نظرا لفرض الحصار على هذا القطاع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. التعاون الذي بدأته الدولة المصرية مع دول العالم المختلفة هو الذي يلخص هذا المشهد وهذه الصورة بعدد كبير من الجنسيات المختلفة الذين وصلوا إلى الأراضي المصرية، وهم الآن في مرحلة إنهاء إجراءات دخولهم إلى القطر المصري، وهي الإجراءات المتعارف عليها والمتفق عليها من قبل السلطات المصرية. هنا في هذه الصالة وفي هذا الركن تحديدا بعض الجنسيات التي عملت سفارتهم على تحديد مكان محدد لكل جنسية حتى يتم التقاء مجموعة من الأشخاص الذين توافدوا من قطاع غزة على حسب سفارتهم وقنصلياتهم في مكان واحد، بتمييز هذا المكان بأعلام الدول المختلفة، وذلك للتيسير وللتسهيل على عمليات قدومهم إلى الأراضي المصرية. نتحدث عن هذا المشهد تحديدا، وهو الهدف الذي سعت إليه الدولة المصرية كخدمات تسعى إليها في محاولة فك الحصار عن قطاع غزة وتقديم العون والخدمات أيضا لكل دول العالم التي تريد إجلاء رعاياها عن الأراضي الفلسطينية، وبعد ذلك التوجه إلى وجهاتهم الأصلية. اليوم وحتى الآن وصل إلى الأراضي المصرية عبر منفذ رفح البري أكثر من 600 شخص من جنسيات مختلفة، وهم في مرحلة إنهاء إجراءات دخولهم إلى الأراضي المصرية قبل التوجه إلى وجهاتهم الأصلية كخدمة تعمل عليها الدولة المصرية مع المساعدات الإنسانية التي ما زالت تتدفق إلى الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية، وهي مساعدات من الشق الطبي وأيضا من المساعدات الغذائية والإغاثية، كلها في صورة مساعدات يتم تجميعها من خلال المساعدات الدولية التي تأتي إلى الأراضي المصرية أو من خلال مساعدات المجتمع المدني المصري. من منفذ رفح البري مصطفى عبد الفتاح، هنا القاهرة عاصمة الخبر.